بسم الله الرحمن الرحيم، وبشركم بسنة سود. ان شاء الله فضيحة ما حصلت لكش قبل كده بإذن الله. فين وفين لما الواحد يشوف خناقة تنزل بالشكل ده تبقى فرصة فيه وحياتك يا معلم. حكايات هم ليه يا الحاج؟ احنا اسياد افريقيا واسياد مصر. اعطيه قفشة. بايه؟ بالكلام؟ بالكلام يا كابتن سيد؟ بالكلام؟ اعطيه قفشة. اين يا خالد يا حمدون؟ بعت لي اخر اتنين في الكشف يا حبيبي. ميت ميت. انت جاي بيطلع من هنا ولا ايه؟ انتوا لقيتوه فين ده؟ في مقبرة جماعية؟ لا لا توفين صحيح. very good اوتوموبيل. القاضي يا مامكم شاط الكورة وجول. القاضي يا مامكم، القاضي يا مامكم. فشختيني يعني، فشختيني صح. ردت فيه وجت انت غيرته. خلينا حاجة كده لو بقى العلاج. الله يخليك. اسمعي بقى، فاجئني بقى. من فروعك يوصفوها هتلاقوا عايش معايا عالحيطان صور تلاقوها كل صورة بمئة حكاية. كابريتشو. فين أيام التوتر الوسطي الجميل؟ أيام لما كان أكبر همنا اننا مش لاقيين اتوبيس الزمالك. دلوقتي النادي الزمالك، فريق الزمالك اين هو؟ بنبحث عن نادي الزمالك بالفريق بتاعه. تنويه عن المفقودين. اصعب اصعب خياليه واللي يلاقي فريق الزمالك يرن عليا. والله ما اعرف، انا بقولك والله ما اعرف. السلام عليكم عمنا. ما شربش عندك برتقال؟ لا ما شفتوش والنبي. لا طب اتاكد كده من الصوره. لا قول لنا بقى الوضع، احنا مش عارفين الحقيقه. هل انا ما بقى لنا 3 ساعات في الطريق؟ والله يعني والله 3 ساعات في الطريق بالظبط. طيب زحمه جدا والبطعه فوق الاكتوبر يعني دلوقتي، ونزق شويه ونزلنا الشارع. يا جماعه والنبي كل واحد بيحب نادي الزمالك بجد، انزل من بيتك دلوقتي الاوتوبيس عطلان اروح ازقه. انا سبت الكافيه واخد مراتي اهو. فين الفرقه؟ الفرقه صعبه. اللي قال لك الزمالك خد السوبر قول له ما كانش الاوتوبيس عطل على كوبري اكتوبر. انا اتعملت كوبري بقى 6 اكتوبر. كوبري كوبري مين يا راجل؟ ده انت بقيت نفق. بيتم قضاء الحاجة بالبنزينة، اللعيبة بيتم قضاء الحاجة بالبنزينة. شوية فضينا لهم كوبري 6 اكتوبر تماما ولغاية استاد فاضي. هم ماشيين على سرعة 40 ونزلوا منزل رمسيس ووقفوا يخشوا يمونوا في البنزينة. احنا كل ده موثق بالفيديو والفيديوهات وخط سيرهم عشان ما يقول المرور اللي عطلنا ولا المطره اللي عطلتنا نقول لهم لا يا حبيبي هو كله متصور لايف. هو ده لعيبه الزمالك اهي نزلوا من نزلوا من الاتوبيس اهو، واللعيبه كلها اهي، وسواق التاكسي مش عايز يركبهم اهو. ايوه ايوه ريت مش عايز يركبهم اهو. مية مية والله اوعى تركبه. دي لعيبة الزمالك كلها. اللي قال لك الزمالك خد السوبر قول له ما كانش الاوتوبيس عطل على كوبري اكتوبر. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش مش عايزك كده. ها اجمد لسه اللي جاي جامد. انا نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم. علامة مسجلة في وزارة التموين تبع الحاجة فكرية اللي انت عرفنا بيها 24 ساعة. هنزل حالا
اشتري لبن وجبنه وبيض ومرق. اذا كان ما فيش ولا محل فاتح دلوقتي من نادي الزمالك ربع ساعه كده اعطيه قفشه. مش معوجه شويه ولا امسك اعصابك واوعى تتهوش. اعتماد يوم 9/7 هو عيد كل الزملكاوية والاحتفال بيوم نادي القلعة. بشكل رسمي حتى هو انا الاحتفال بيوم نادي القلعة. لا انا يوم 9/7 والاحتفال بيوم نادي القلعة. انا خلصت ذمتي من ربنا وبقول لك بقى انت بعد ترحم. انت عارف ان هم يعملوا يافطه على ذكرى اكتوبر من حاسس ساعات الحقيقه. بغض النظر على الحدث، النادي الاهلي في الفتره الاخيره بكل بالورقه والقلم بكل المقاييس هو نادي القرن. نادي الزمالك ما بيقولوا مش نادي القرن، لا نادي الزمالك نادي القرن. احنا وجهه نظرنا واحنا قناعه والورقه والقلم بيقولوا كده. الراجل ده يا عم انا مش عايز اشوفك متضايق والنبي انا بس على اخي. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه ونقعد مع الحكم، ما انا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا. اختار ايه؟ عايزين نروح بورسعيد يعمل شغل. كويس الراجل ده ناوي يوديه ده. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني. فانا بقى بصفتي كابتن النادي فكنت بقعد، فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول الحكم قلت له عايزين ضرب الجزاء نجيبه ضرب الجزاء مش عارف ايه، بس ما يعدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. فهم يقولوا لك ضرب الجزاء انا كنت اقول له لا. يعني مثلا الحكم هينزل مثلا في الشهر يخرب بيتك يا ابو زلقيت ودي ليه؟ الحكم عايز عربيه يسافر بيها يروح بورسعيد، فالعربيه مثلا تويوتا لا ودي عربيه مرسيدس يروح فيها. البوكت ماني بتاع الحكم مثلا هيبقى الحكام البوكت ماني مثلا $300 لا يديله يدي كل واحد فيهم $1000 ما لمسوش، هو اللي وقع لوحده. ما لمسوش وقع لوحده؟ اه بيتصلبط. طب ايه رايك بقى انه شنكله وبينالتي؟ لا ما حصلش. لا حصل وبينالتي ضربة جزاء خلاص. فلول فلول مش فلول بينالتي. ما فيش اكده من كده بقى، ما لمسكش وحسبت لك بينالتي. على الله يطمع. شكله ابن عمه او اخوه الحكم. مين في الحياه دي ما اتولدش بريء؟ ابو سنيده. نادي بيراميدز باختياري انا عشان النادي دوت، لان انا حسيت ان هم طموحهم قريب من طموحي ومن اهدافي، فهو ده اللي خلاني اختار مش المبنى خالص. يا اخي ولا بلاش. اسمك؟ ازيك يا خفيف؟ كام سنه؟ 10 سنين. مفيش لعيب بيصنع النادي الاهلي، هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي فضله على كل اللعيبه. النادي الاهلي دوله مش واقفه عليكوا، هو صانع العتاوله، هو اللي معليكوا. اوعى يا ابني تنسى اصلك جابك وانت بيبي، النادي الاهلي اللي عملك
مش واقفة عليكو فوق يا حبيبي بيبي فوق يا حبيبي جابك وانت بيبي بيبي جابك وانت بيبي جبته صغير على الله شافها عليا ما شاء الله ينكر خير اللي علاه النادي الاهلي اللي رباه اللي هيمشي في ده يا غور بدل الواحد فيه طابور واللي في يوم ياخدوا الغرور جمهور الاهلي بينسى فوق يا حبيبي عايز امشي مع الف سلام ودي للكل مع الف مليون سلام ما بتقفش على حد انا رئيس نادي الزمالك قلت له عداها الكلام ده الجمهور بقى انا عايزك ترسم لي 70,000 متفرج واحد واحد اتنين لا هادي معاك انا هرسم ال ده سهل 70,000 همشي معاك يلا واحد اتنين تلاتة طارق اترعت فيه سألت عنك وعرفت يا وداد افتح الشيشة عصايتك واخلع عشان انا اتخنقت من نظارتك على مهلك بقى عمي مع السلامة يا انت جننك في المكان تبقى مصيبة يا وداد 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 اروح له ازاي امشي كده ولا امشي كده انت بتروح لامك الاكسترا تايم قريب ولكن احضروا الكاوك احضروا الكاوك درس الكرة بالرأس القاضية ممكن القاضية ممكن شاهد الكرة الجول القاضية ممكن القاضية ممكن القاضية ممكن استمتع بالزملكاوية هم قاعدين القعده السودا دي ايه ده ايه انت بقيت ثلاثة ولا ايه انت كده هتبتدي تلاني عليك على فكره بقوا ثلاثة يا بيبو علموا الرقص
بالثانية مش من نبات احنا التلاتة احنا التلاتة يا حسن السودة انا امه يا حسن السودة انا امه